السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو النهاردة هنتكلم فيه عن الـ problem والـ solving problem of first lesson لتالتة ثانوي. احنا عندنا هنا بيقول لي calculate the electric current intensity passing through a conductor which is due to the flow of quantity of electric charge أو electricity 15 كولوم. يبقى أنا عندي Q through cross section of cross section of conductor in the time of 3 seconds. يبقى انا عندي التايم. طيب انا عندي تريانجل كده، لو عايز احسب الكرنت او عايز احسب التايم او الكيو، فبقول له الكرنت بتاعي equal Q divided time تبقى equal 15 divided 3 equal 5 امبير. طيب لو قال لي another example what is the number of electron، يبقى هو عايز n passing through a certain cross section area of conductor within 1 second. يبقى انا عندي التايم بتاعي 1 second، انا مش عارف ال n لان هو طالبها. if the electric current intensity passing through it through the circuit يبقى 20 امبير، يبقى انا عندي ال i. and the electron charge يبقى هو مديني ال e. طب انا يا مستر عايز احسب ال n، احسبها ازاي؟ كان عندي هنا في تريانجل كده نحسب منه ال q equal n e، يعني ال n هقول له q divided e. طب انا ما عنديش q، في برضه تريانجل تاني اقدر احسب منه q. عن طريق ال current intensity وعن طريق ال time، يبقى انا هقول له q equal current intensity times time، يبقى هقول له equal كام؟ 20 by 1 يبقى equal 20 كولوم. طب انا عايز بقى ال n، هقول له خلاص q divided e اللي هي ايه؟ electron charge، يبقى هقول له 20 divided 1.6 by 10 power negative 19. طبعا هتطلع نمبر كبير اللي هو 1.25 by 10 power 20 electron. لازم تتأكد ان الكالكوليتر بتاعتك شغالة كويس عشان في الامتحان تقدر تحسب النمبر ده، وتراجع كذا مرة في البيت عشان خاطر تتأكد ان الانسر هتطلع مطابقة للاجابة اللي مكتوبة في الكتاب. طب عندي هنا بيقول لي electric charge of 3.6 كولوم. يعني ايه electric charge؟ هي مش quantity، لا اهم حاجة عندي اليونت. لو اليونت انا عارفها يبقى اقدر اقول السيمبل بتاعها، فانا عارف ان الكولوم بتاع الكيو. passes an electric conductor within 1 minute، يعني 1 minute يعني التايم بتاعي equal 60 second. if the potential difference between the terminal 300 volt، يبقى ده ال V. قال لي find the resistance، مش احنا اتفقنا ان resistance equal V divided I؟ طب انا يا مستر ما عنديش ال I، احسبها ازاي؟ ال I كانت equal quantity of charge divided time، يبقى هقول له 3.6 divided time بتاعي 60 هتبقى equal 0.06 امبير. خلاص كده اقدر احسب ال resistance. ال resistance equal ال V عبارة عن 300 وال I عبارة عن 0.06، يبقى هتبقى equal 5000 اوم. طيب يا مستر النظام الجديد ممكن بيجيب لي تشوز، ممكن ما يكتبليش ال 5000 كده، ممكن يكتبها لي كده 5 باي 10 باور 3 اوم، هما الاثنين نفس الانسر يعني. طيب لو جه قال لي واير اوف لينث 50 متر، يبقى ال اللي عندي 50 متر اند راديوس equal 0.5 سنتيمتر. هنا في مشكلة، انا بشتغل بالمتر مش بالسنتيمتر، يبقى اقول باي 10 باور نيجاتيف 2 اند الكتريك ريزيستنس ار. طلب مني الريزستيفيتي، انا عارف ان الريزستيفيتي القانون بتاعها ار اي اوفر ال. طب يا مستر هو الواير بيكون شكله عامل ازاي؟ بيكون عامل زي السلندر كده، فدي بتكون سيركل، فالاريا بتاعتها اسمها باي ار سكوير، يعني 22 اوفر 7 باي ال R سكوير. يبقى انا هقول له هنا R باي R سكوير اوفر L اللي هي ايكوال ال R عندي ب 2 والباي ب 22 اوفر 7 وال R اتفقنا ان هي اسمها ايه 0.5 سنتيمتر باي 10 باور نيجاتيف 2، ولازم نحطها في براكت عشان نحط الباور 2. كل ده اوفر 50. طبعا هو هنا في الكتاب نزل ال 7 دي تحت عشان خاطر بيحسبها بدماغه، لكن احنا مش هنحتاج، احنا بنحسبها على طول بالكالكوليتر، نكتب ده كله على الكالكوليتر يطلع 3.14 باي 10
باور نيجاتيف 6 اوم متر، لان اوم متر ده اللي هو بتاع الايه الريزستيفيتي. طب هو طالب مني يا مستر السيجما، ما هو السيجما 1 اوفر رو اي، يعني هقول له ايكوال 1 اوفر 3.14 باي 10 باور نيجاتيف 6، يبقى هتبقى ايكوال 3.18 باي 10 باور 5 اوم نيجاتيف 1 متر نيجاتيف 1. طب هنا بيقول لي a wire of length 20 متر and cross sectional area، مدين الاريا بس مديهاني مليمتر سكوير، عشان احول من مليمتر سكوير لمتر سكوير بقول باي 10 باور نيجاتيف 6 and the potential difference its end at its end equal 10 فولت، يبقى انا عندي ال V. the current intensity 0.5 امبير، calculate the resistivity. طب انا resistivity equal ايه؟ equal R A over L. طب الـ R بكام؟ الـ R هو مديهاني، لا مش مديهاني، يبقى انا لازم احسب الـ R. الـ R equal volt او potential difference over current intensity اللي هي equal 10 volt divided current intensity 0.5، يبقى equal 20 ohm. يبقى انا هحسب الـ rho e ازاي؟ هقول له equal 20 اللي هي الـ R هتبقى ب 20 باي الـ area ب 0.2 باي 10 باور نيجاتيف 6 عشان انا حولتها لمتر اوفر ال ال ب 20، هنحسبها على الكالكوليتر تطلع 2 باي 10 باور نيجاتيف 6 سوري باور نيجاتيف 7. طبعا ما ننساش ان هي اسمها اوم متر. طب لو عايز احسب السيجما، ما هو الرو اي هي الايه؟ الريزستيفيتي، لكن الكوندكتيفيتي هقول له 1 اوفر رو اي، يعني equal 1 over 2 by 10 power negative 7 اللي هي هتطلع 5 by 10 power 6 ohm negative 1 m او meter negative 1. طب بيجي يقول لي a copper wire of length، يعني مدين ال L سنتيمتر، اتفقنا سنتيمتر يعني by 10 power negative 2 and density of material، مديني كمان density اللي هي rho، carries electric current so its resistance، يعني مديني ال R، calculate the mass، هو عايز الماس. السؤال ده حلو جدا لانه بيشرح ازاي نقدر نجيب قانون من دماغنا، هو مش موجود مش مدهوني مثلا كشرح او كده. انا عندي عارف ان ال R كانت equal رو سوري انا عارف ان ال R كانت equal رو E by L over A. طيب ما يا مستر الاريا دي انا عايز اشيل استخدم، انا عايز اجيب الماس. طب هو في هنا اي ماس؟ لا. طب هو احنا ايه علاقه الماس بالاريا؟ هنجيبهم من التو ترانجل دول. انا كان عندي الماس ايكوال رو باي فوليوم، طب والفوليوم ايكوال اريا باي لينس، يبقى انا عندي الماس ايكوال رو باي فوليوم، يعني ممكن اكتب رو هشيل الفوليوم واقول له ايه اريا باي لينس. طب انا عايز اخلي، يبقى انا هودي اللينس والرو هوديهم ديفايدد الناحيه الثانيه، يبقى انا عندي الاريا ايكوال ماس اوفر اريا باي لينس. طيب يا مستر تعال نعوض بقى في السؤال الاساسي، مش الار بتاعتي كانت ايكوال رو اي تايمز ال اوفر ايه؟ سوري هنا دي كده، فانا هشيل الاريا واحط مكانها ايه؟ ماس اوفر رو باي ال اللي هي هتطلع فوق، هتبقى هنا في فوق رو باي ال، احنا عارفين ديفايدد ديفايدد تطلع ايه؟ فوق، او اللي هو دينومينيتور اوف دينومينيتور از نومريتور، او بالعربي اللي هي مقام المقام بسط. يبقى احنا كده هنقدر نطلع القانون بتاعنا، يبقى الار ايكوال رو اي، عندي ال باي ال يبقى ال سكوير، عندي رو اللي هي الدنستي، عندي الماس، يبقى هحسبها بقى. طب انا ممكن اطلع الماس فوق وانزل الار تحت، يعني الماس بتاعتي هتبقى ايكوال رو اي ال سكوير رو اوفر ار، ونعوض بقى تعويض مباشر. الرو اي هو مديهاني فبقول له 1.79 باي 10 باور نيجاتيف 8، ال مديهاني سنتيمتر فلازم اقول باي 10 باور نيجاتيف 2،
وما ننساش السكوير فحطها في براكت، والرو مديهاني بدل ال سكوير وده الرو اي، ومديني كمان الار اللي هي 1.5، هيطلع في الاخر الماس بتاع الواير 2.57 باي 10 باور نيجاتيف كيلو جرام. طب لو قال لي يا مستر 2 كوبر واير، يعني ايه 2 كوبر واير؟ يعني رو اي 1 ايكوال رو اي 2، لان هما ذا سيم، ذا لينس اوف 1 يبقى ده ال 1، ذا ماس اند اتس ماس يبقى ام 1، طب ذا لينس اوف ذا سكند يبقى ده ال 2، ذا ماس اوف ذا سكند يبقى ده ام 2. طب احنا عارفين بقى، مش احنا عارفين ان الار 1 اوفر ار 2 من القانون اللي احنا لسه كاتبينه دلوقتي فوق؟ مش احنا كنا كتبنا ان الار كانت ايكوال رو اي اللي هو القانون اللي فوق ده اللي احنا لسه حلينه، الار كانت ايكوال رو اي ال سكوير رو اوفر ام، يبقى رو اي ال سكوير رو اوفر ام، يبقى الار والام الريليشن ما بينهم ايه؟ انفيرس، والار والال سكوير الريليشن ما بينهم دايركت، يبقى لما اقول ار 1 اوفر ار 2 هقول له ايكوال دايركت بقى مع السكوير بتاع ال ال 1 اوفر ال 2، بس الام هتبقى انفيرس يبقى ام 2 اوفر ام 1. فاحنا عوضنا بس ال ال 1 قلنا 10 باور 2، ال ال 2 قلنا 40 باور 2، والام 2 اللي هي 0.2 كيلو جرام، والام 1 0.1، يبقى ار 1 تو ار 2 1 اوفر 8. طب ليه مش كاتبين يونت؟ عشان خاطر دي ريشيو، ريشيو ما فيهاش يونت. نفس الكلام هنا بيقول لي اواير اوف لينس 30 متر، يبقى ده ال 1 كروس سكشنال اريا، دي الاريا طبعا عارفين السنتيمتر سكوير، لو عايزين نحولها هنقول باي 10 باور نيجاتيف 4، بس هنا مش هنحولها لان كده كده كله بيتعامل بالسنتيمتر سكوير في السؤال ده. اند اتس ريزيستنس يعني ار 1، وات از ذا ريزيستنس اوف انذر ميد اوف ذا سيم ماتيريال، يعني هو عايز ار 2، كلمه سيم ماتيريال يعني رو اي ايكوال رو اي، يعني رو اي 1 ايكوال رو اي 2، ويز لينس يعني دي ال 2، اند كروس سكشنال اريا يبقى دي اي 2. طيب انا عندي القانون بتاعي كان بيقول ايه؟ كان بيقول لي ار ايكوال رو اي ال اوفر اي، يبقى انا عندي الار 1 اوفر الار 2، طبعا ال ايه دايركت، يبقى اقول له ال 1 اوفر ال 2 باي ال ايه، هتبقى العكس بقى، تبقى اي 2 اوفر اي 1 لان هي انفيرس، يبقى هقول له ار 1 ب 20 ار 2 لسه ما اعرفهاش، طب ال 1 30 ال 2 10، طيب اريا اللي هي الاريا 2 0.3 اريا 1 0.5، هنحسب ده على الكالكوليتر هيطلع، ونعمل بعد كده كروس مالتيبليكيشن يطلع الار 2 ب 11.11 اوم. طب هنا بيقول لي اواير ريزيستنس، يعني مديني الار ستريتش سو اتس لينس انكريس تو دبل، يعني واير كده ستريتش يعني بقى ايه ارفع، فاللينس اللي هو ال L2 بقى الدبل L1. طيب قال لي هات لي بقى الكالكوليت ذا واير ريزيستنس افتر ستريتشنج، طبعا احنا عارفين لما بيكون الواير ارفع يبقى اكيد الاريا بتاعته اقل، فاكيد الريزيستنس بتاعته هتكون ايه اكبر، كل ما كانت الاريا صغيره كل ما الريزيستنس تبقى كبيره. فانا عندي كان برضو من القانون اللي فات قلنا ايه R1 over R2 equal L1 square over L2 square، يبقى 5 اللي هي R1 اللي انا عارفها over R2 ما عرفهاش equal ال L1 ما فيهوش اي تغيير، طب ال L2، ال L2 قد ال L1 مرتين يبقى 2L1، يبقى انا شلت ال L2 حطيت ايه 2L1، فانا هحسبها عادي خالص ال L1 square over 2 power 2 يعني 4L1 square، طبعا دي هتروح مع دي، يبقى انا عندي كده 5 over r2 equal 1 over 4، هنعمل سيزر يبقى الr2 بتاعتي equal 5 times 4 over 1 equal 20 ohm. شكرا.